السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا في جولة صحفية نستعرض من خلالها أبرز ما جاء في الصحف المحلية الخليجية العربية والعالمية والمواقع الإلكترونية. نبدأ مع صحيفة الوطن ونقرأ أن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أكد أن المسيرة التنموية الشاملة لمملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه تواصل التقدم بعزيمة أبناء الوطن في كافة القطاعات، مشيرا إلى أهمية مضاعفة الجهود لتنمية القطاعات الداعمة لمسارات التنمية الاقتصادية ومواصلة دعمها بالبنى التحتية والمشاريع الحيوية بما يسهم في زيادة وتيرة النمو الاقتصادي وتعزيز تنافسية مملكة البحرين على مختلف الأصعدة. جاء ذلك لدى تفضل سموه حفظه الله يوم أمس بزيارة مركز إدارة الحركة الجوية التابع لوزارة المواصلات والاتصالات، ونوه سموه بما تبذله الكوادر الوطنية في قطاع الطيران من جهود مستمرة تعكس حرصهم على العمل بروح الفريق الواحد من أجل نماء الوطن ورفعته. ومن صحيفة الأيام نقرأ بأن وزارة التربية والتعليم عقدت اجتماعها الدوري مع مديري ومديرات جميع المدارس الحكومية والبالغ عددهم 209 مدارس من جميع المناطق التعليمية برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم. وقد تم خلال الاجتماع استعراض استعدادات المدارس الحكومية لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023-2024، وذلك من جميع النواحي التعليمية والتربوية واللوجستية والفنية، إذ قدم الوزير شرحا حول ما أنجزته الوزارة من تحضيرات وخطط وتوجهات الوزارة للمرحلة المقبلة، مستعرضا أهم القرارات التي تم اتخاذها خلال المرحلة السابقة وانعكاساتها على أداء المدارس ومسؤولياتها. الرؤية والأهداف الإيجابية في برنامج رئيس الوزراء لتنمية الكوادر الحكومية عنوان مقال نشرته صحيفة البلاد للكاتب الصحفي الدكتور خالد زايد، فإلى سطور المقال. من أهم مبادئ الاستثمار في الكوادر الحكومية تطوير المناخ العام لجميع القطاعات الحكومية في الدولة من خلال تكثيف المناهج التدريبية باختلاف مستوياتها وأشكالها. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يدرك أن الاستثمار في المواطن له أهمية كبيرة لمنفعة الوطن ونجاح رؤية وأهداف المسيرة التنموية الشاملة. ونحن اليوم نمتلك برنامجاً حكومياً لتنفيذ رؤية وطنية شاملة لتحديث العمل الحكومي بكل قطاعاته المختلفة لتشكل فريقاً واحداً يعمل على تطوير القطاعات المختلفة في الدولة. إن فكرة هذا البرنامج الوطني المتميز تأتي لتؤكد حب وحرص القيادة الحكيمة على نماء وتطوير مفاصل الدولة لتحقيق الهدف الإيجابي نحو مستقبل هذا الوطن العزيز. ومن صحيفة الوطن نقرأ أن سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أكدت حرص وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة على تفعيل دور مختلف المنشآت السياحية في مملكة البحرين من أجل تحقيق المزيد من النمو في القطاع السياحي، مشيرة إلى أهمية ذلك الدور في دعم خطط ومبادرات وبرامج وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة من جهة، ولكون تلك المنشآت هي المستفيد المباشر والأكبر من عوائد هذا النمو من جهة أخرى. جاء ذلك خلال اجتماع عمل عقدته وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة مع عدد كبير من القائمين على منشآت القطاع السياحي الخاص في البحرين من فنادق ومؤسسات الضيافة وشركات الوجهات السياحية ووكالات السفر في مملكة البحرين. وجرى خلاله نقاش موسع حول أهمية التشاركية في رؤى تطوير وتنمية القطاع السياحي في البحرين.
ومن الصفحة الاقتصادية لصحيفة أخبار الخليج نقرأ بأن سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة أكد اهتمام الحكومة بتطوير القطاع الصناعي بغرض الوصول للأهداف المنشودة المتمحورة حول تعزيز الصناعات الوطنية وزيادة كفاءتها وتنافسيتها العالمية. جاء ذلك خلال تدشين الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الصناعة والتجارة مع صندوق العمل تمكين في مبادرة المصانع الذكية. وأوضح الوزير فخرو أن تدشين هذه المبادرة يهدف لتحويل 300 مصنع إلى مصانع ذكية بحلول العام 2026، وذلك من خلال تبني أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في إدارة خطوط الإنتاج لضمان استدامة موارد القطاع الصناعي ورفع إنتاجيته وزيادة كفاءته. نشرت صحيفة الأيام أن الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أعلن عن فئات مسابقات بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام واللياقة البدنية التي ستقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية من 19 وحتى 21 من أكتوبر القادم تحت مظلة الاتحاد الدولي لبناء الأجسام واللياقة البدنية. وأكد الاتحاد البحريني لكمال الأجسام واللياقة البدنية أن تنظيم أول بطولة خليجية لبناء الأجسام واللياقة البدنية يأتي تماشيا مع توجهات الحكومة الموقرة في جعل مملكة البحرين في الريادة دائما في تنظيم واستقطاب مختلف البطولات الرياضية. وتأتي هذه البطولة في نسختها الأولى ضمن خطة اتحاد كمال الأجسام في إقامة وتنظيم واستقطاب مختلف البطولات. نطالع من صحيفة البلاد أن مديرية شرطة مطار البحرين الدولي حصدت على جائزة أفضل إجراءات في الفحص الأمني بمطارات الشرق الأوسط من خلال التقييم الصادر من جودة خدمة المطارات بمجلس المطارات الدولي للربع الثاني من العام 2023. وبهذه المناسبة أكد العقيد أحمد جاسم الهتيمي مدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ أن هذه الجائزة إحدى ثمار استراتيجية التطوير والتحديث التي تهدف بالارتقاء بأداء منسوب الوزارة وتقديم أفضل الخدمات للجمهور، مما ساهم في تحقيق هذا الإنجاز الذي يضاف إلى الإنجازات التي حققتها وزارة الداخلية. لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن جمعية الهلال الأحمر البحرينية شاركت في الاجتماع 19 لرؤساء هيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول مجلس التعاون الذي استضافته الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك في العاصمة العمانية مسقط. واستعرض الاجتماع الأنشطة والمبادرات المختلفة في مجال العمل الإنساني وتبادل الخبرات والمعرفة ومشاركة الأفكار والممارسات الناجحة في المجال وبحث أحدث تطورات إطلاق جائزة العمل التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس، إضافة إلى عرض الإطار العام للفعاليات والبرامج المشتركة في الملتقى الخليجي التطوعي لهيئات وجمعيات الهلال الأحمر بدول المجلس ويوم الهلال الأحمر الخليجي. إلى أخبار الصحف الخليجية والعربية والعالمية، والبداية مع صحيفة الجزيرة السعودية، ونقرأ أن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أطلق المخطط العام للمراكز اللوجستية الذي يهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة العربية السعودية. وأكد صاحب السمو الملكي ولي العهد السعودي أن إطلاق المخطط العام للمراكز اللوجستية يأتي امتدادا لحزمة من المبادرات المستمرة وفق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية السعودية للنقل والخدمات اللوجستية بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم النمو الاقتصادي وتطوير الربط المحلي والإقليمي والدولي لشبكات التجارة الدولية وسلاسل الإمداد العالمية.
ننتقل لصحيفة الشرق الأوسط ونطالع من صفحتها الإلكترونية أنه انطلقت أمس في القاهرة جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا. وشدد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد، داعيا إلى التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن. وأوضح سويلم أن القاهرة مقتنعة بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث والتوصل إلى اتفاق ينجح العملية التفاوضية. ومن صحيفة عكاظ السعودية نقرأ أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وصل إلى مدينة بورت سودان أمس الأحد في خروج نادر له من العاصمة منذ بداية الحرب بين قواته وقوات الدعم السريع قبل أكثر من 4 أشهر، وذلك استعدادا للقيام بأول جولة خارجية. وقالت مصادر أن البرهان سيبدأ جولة في بورت سودان خلال الساعات 48 القادمة، كما أشارت المصادر إلى أن البرهان سيغادر السودان لإجراء محادثات في دول الجوار. إلى صحيفة العرب اللندنية، حيث ستحتضن العاصمة الأردنية عمان غدا الثلاثاء ولمدة يومين الاجتماع الأول للفريق المكلف بالتفاوض بشأن اعتماد الإجراءات التنفيذية للاستراتيجية العربية الموحدة بشأن التعامل مع شركات الإعلام الدولية بمشاركة وفد من الأمانة العامة للجامعة العربية. وسيبحث الفريق آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية وإعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية والقانون الاسترشادي العربي لتنظيم وسائل ومنصات التواصل الاجتماعي وتنظيم عمل منصات البث الرقمي والتعامل مع الضرائب الرقمية. قالت صحيفة النهار العربية اللبنانية إن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعا إلى ضم الاتحاد الإفريقي إلى مجموعة 20، مشيرا إلى أن بلده سيقدم الحل لمشاكل سلاسل التوريد، وذلك قبل القمة التي تعقدها الكتلة في نيودلهي الشهر المقبل. وقال رئيس الوزراء الهندي خلال منتدى B20 للأعمال الذي يشكل مقدمة لقمة مجموعة 20 المقررة في 9 و10 من سبتمبر القادم إنه تم توجيه دعوة إلى الاتحاد الإفريقي لبحث منحة العضوية الدائمة للمجموعة. بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام جولتنا الصحفية لهذا اليوم، دمتم في رعاية الله.